bonito regresar y mostrar África. وفي الحقيقة إن هو دائما ببقى سعيد في العودة إلى أفريقيا وإلى مصر. Y en otro lugar desearle a vuestra selección lo mejor en el torneo que va a empezar de aquí a poco. في الجانب الآخر بتمنى المنتخب المصري كل التوفيق في بطولة أفريقيا القادمة اللي هتكون في مصر إن شاء الله. Pero como bien sabes, Camerún está también clasificado. بس زي ما أنت عارفين الكاميرون برضه فرقة الكاميرون هي فرقة قوية وتقدر تكسب البطولة. Y espero que la final va a ser Camerún-Egipto. وأتمنى يكون الفاينل ما بين مصر والكاميرون. Más difícil va a ser Mohamed Salah porque es tan bueno de que cada país que va a jugar contra Egipto va a intentar neutralizarlo. Pero él se ha puesto a un nivel que va a ser así. دايما في مقدمة الناس هو محمد صلاح، لأن ده محمد صلاح قدم موسم استثنائي في الموسم ده، فطبيعي من المنطقي إن هو محمد صلاح، ولكن ده ما يعنيش إن برضه في مهاجمين تانيين يقدروا إن هم يكونوا في منافسة لمحمد صلاح.